مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 3 Lesson 6 اليونت الثالث الدرس السادس. عنوان الدرس The Olympic Superstar نجم النجوم الأولمبية. بالفقرة الأولى يقول لي ريد اقرأ هذا المقطع النص اللي أنا منطيك إياه. يقول لي Which record do you think is the most interesting؟ ما الرقم القياسي؟ ريكورد معناها رقم قياسي، هاي كلمة كلش مهمة حاولوا تحفظوها. ما الرقم القياسي do you think is the most interesting؟ باعتقادك أنت، برأيك أنت كطالب، يا رقم قياسي من بين الأرقام اللي راح نستعرض لك إياها هو الأكثر اهتماما أو الأفضل بالنسبة لك؟ يعني أنا بنطيك مجموعة من الأرقام القياسية اللي حققوها الألعاب الأولمبيين عبر التاريخ. اقرأ هذه الأرقام وشوف يا هو أكثر رقم قياسي عجبك أنت كطالب. فبالبداية هو بنطيني المقدمة، يقول لي The Olympic Games are source of inspiration. ركزوا وياي، الألعاب الأولمبية هي source معناها مصدر of inspiration، مصدر إلهام for people around the world، للناس حول العالم. It's a special kind of a person أو it has a special kind of a person. فيها في هذه الألعاب الأولمبية شخص نوعا خاص أو شخص خاص who can train for hours، يتدرب لساعات every single day، في كل يوم. في هذه الألعاب الأولمبية أكو ناس يتدربون سنوات كاملة، سنوات عديدة، كل يومية يتدربون عدة ساعات and eat special control diet، ويأكلون حمية منظمة ومتوازنة وخاصة، يعني حتى أكلهم محسوب عليهم، لازم يأكلون أنواع محددة، كميات محددة من الأكلات. sprinters الرياضيين اللي يتسابقون بالسرعة، train for years يتدربون لسنوات، for a race في من أجل سباق، might last less than 10 seconds ربما يدوم لأقل من 10 ثواني. يعني أنا تبقى سباق الميت متر ما يدوم أقل من 10 ثواني. ذولا يتدربون عدة سنوات على مود يجون يسابقون لمدة 10 ثواني، يتسابقون لمدة 10 ثواني. athletes who take part in the long jump، أما الرياضيين الذين يتسابقون أو يتنافسون في القفزة الطويلة only need 6 seconds فقط يحتاجون لست ثواني. إذن يقول لك هو بالبداية ذكر لك ذولا مصدر إلهام. وضح لي ليش مصدر إلهام، ليش يعتبرون مصدر إلهام؟ لأن ذولا يتدربون عدة سنوات من أجل أن يتسابقون أو يتنافسون لمدة 10 ثواني أو 6 ثواني إذا كانت برياضة القفزة الطويلة، فيعتبرون مصدر إلهام للشباب. وكذلك يأكلون حمية متوازنة، أكل خاص، كميات خاصة، فلذلك يعتبرون مصدر للشباب، مصدر إلهام للشباب أن ينظمون أكلهم وحياتهم. Not all of us can go to the Olympics. شو يقول هنا؟ يقول ليس جميعنا يمكننا الذهاب إلى الألعاب الأولمبية. Although some of you might. شوف هنا هاي الملاحظة كلش مهمة. يقول لك على الرغم أنه بعضكم، يحكي وياكم أنتم الطلاب، يقول لك بعضكم من الممكن أنه يقدر يروح للألعاب الأولمبية. But لكن we can all learn from the Olympians. نركز وياي، جميعنا علينا أن نتعلم من هؤلاء الأولمبيانز. الأولمبيانز هم الرياضيين اللي يشاركون بالألعاب الأولمبية. dedication and hard work، نتعلم من هذا الإصرار، الالتزام والعمل الجاد اللي يقومون به. وراء here are some amazing records، وهنا سوف نستعرض لك بعض الأرقام القياسية المذهلة to inspire us التي تلهمنا. شوف هنا inspiration معناها إلهام، inspire معناها يلهم. إذن هنا راح يستعرض لي مجموعة من الأرقام القياسية، كل رياضي عنده فد رقم قياسي خاص فيه، يقول لي اقرأ هذه الأرقام القياسية وبنظرك بالأخير حدد يا أكثر رقم قياسي أجبك أو أثار اهتمامك. بس الآن نجي نتعرف على هؤلاء الرياضيين وشنو الأرقام القياسية اللي حققوها. شوية ركزوا وياي على المعلومات اللي راح نطلعها، لأن بعد قليل الأستاذ راح يسألني أسئلة شفوية بداخل الصف عن هذه الأرقام، فركزوا وياي وانتبه على المعلومات اللي راح نطلعها. Back to 1988، تذكرون بالدرس السابق قلنا نقرأ السنوات بطريقتين، أما الآلاف، المئات، العشرات، الآحاد الطريقة التقليدية، فأقول 1988 أو أقرأها بطريقة جديدة. شنو هي الطريقة الجديدة؟ أول رقمين وآخر رقمين. 1988
1988. شو يقول؟ يقول عودة لعام 1988 فلورنس جريفيث جوينر. هاي الشخصية أو هاي البنية اسمها فلورنس جوينر from the USA من الولايات المتحدة الأمريكية. أول معلومة إن فلورنس جوينر هذه فلورنس جوينر from USA. إذا سألنا الأستاذ الداخل الصدق اللي where is فلورنس جوينر from من أين هذه فلورنس جوينر؟ تقول له from USA run the fastest women's 100 meters in the Olympic history. شوف هنا الرقم القياسي يقول لك هذه ركضت بأسرع طريقة أو أسرع رقم قياسي في تاريخ الألعاب الأولمبية بسباق 100 متر للنساء. يعني أسرع رياضية بالتاريخ بالألعاب الأولمبية للنساء كانت فلورنس جوينر. Her time was تبعه يعني الوقت اللي ركضت به 100 متر إيش قد كان 10.62 ثواني جزء من الثانية. هذا الرقم كذلك أحبه. Her record has lasted for well for over 30 years. هذا الرقم ظل دائم أو ظل قائم ما حد تحطمه لمدة 30 عام. إذا المعلومة الأولى فلورنس جوينر from USA. هذه فلورنس جوينر من الولايات المتحدة الأمريكية. She ran 100 meters for women. ركضت بسباق 100 متر للنساء وايش قد المده اللي استغرقتها 10 ثواني فاصلة 62 جزء من الثانيه. وراها الشخص الاخر او الرياضي الاخر ميشيل فيليبس. في ميشيل فيليبس also from USA كذلك من الولايات المتحده الامريكيه has record for the biggest number of the Olympic gold medals. شوف هنا انتبهوا يعني لديه رقم قياسي لأكبر عدد من الألعاب من الميداليات الذهبية الأولمبية. هذا الشخص حائز على أكبر عدد من الميداليات الذهبية، مو الميداليات الفضية أو البرونزية، لا الميداليات الذهبية. كم ميدالية ذهبية عنده؟ 23 ميدالية ذهبية، يعني 23 مرة حقق المركز الأول. ورانا however على أي حال in total he has won تلوياية 128 medals. هو حفاز ب 23 ميدالية ذهبية، لكن جمع الطرح أو كل الألقاب اللي حققها 28 ميدالية، باقي ميداليات فضية وبرونزية. He won فاز them across four Olympic games. فاز بهن على مدى أربع ألعاب أولمبية، يعني 23 ميدالية ذهبية بأربع ألعاب أولمبية حققها، و28 ميدالية بالمجمل فاز بيها كذلك بأربع ألعاب أولمبية. فالمدة اللي فاز بيها بهذا السباق أو بهذه الأرقام القياسية بين 2004 إلى 2016. وراها الشخص الآخر شنو الرقم القياسي الخاص بي؟ الخاص بي The youngest person ever to win Olympic medal in individual event was Danish swimmer وياي إنجي سورنسن. ركزوا وياي، هذا الشخص اسمه إنجي سورنسن. شبيه هذا؟ هو أصغر شخص يفوز بالميدالية الأولمبية in individual event في حدث فردي اللي هو دانش سوومر. دانش جايتني من دنمارك، يعني هذا الشخص دنماركي. دانش معناها دنماركي. هو السباح الدنماركي إنجي سورنسن. back to يا سنة 1936 في عام 1936 she was only 12 years old. طبعا مناسبة هذه طلعت البنت، إذن هي كانت فقط عمرها 12 سنوات 24 days old. 12 سنوات و 24 يوم، يعني عمرها 12 سنوات و 24 يوم وقدرت تفوز بحدث فردي بالسباحة اللي هي الدانش سوومر السباحة الدنماركية إنجي سورنسن. إذن في سنة في عام 1936 كذلك. هاي المعلومات حاولوا تحفظوها لأن بعد قليل الأستاذ راح يسمي عليها. الشخص اللي بعده on the other hand في الجهة الأخرى the oldest person to win the gold medal أكبر شخص سنة فاز بميدالية ذهبية was أوسكار سوان. هذا أوسكار سوان هو أكبر شخص سنا، يعني شايب عمره كبير كلش، وفاز بميدالية ذهبية from Sweden من السويد. He was 64 years old. لقد كان عمره 64 سنة 280 days و 82 يوم old when he won
this gold medal for shooting. كان عمره 64 سنة عندما فاز بهذه الميدالية الذهبية رياضة برياضة الشوتينج اللي هي إطلاق الرصاص. إذن عرفنا هو أصغر شخص فاز بميدالية ذهبية إنجي سورنسن اللي هي البنية اللي موجودة من الدنمارك، وأكبر شخص فاز بالميدالية الذهبية هو من هو أوسكار سوان اللي هو من السويد، فاز برياضته أو بمسابقة إطلاق الرصاص. اللي بعده China is the best at table tennis. يقول لك الصين هي أفضل البلدان في رياضة تنس الطاولة. Since 1988 منذ عام 1988 China has won 28 gold medals. منذ عام 1988 الصين فازت ب 28 ميدالية ذهبية. South Korea has won 3 times. وكوريا الجنوبية فازت 3 مرات. And Sweden won once. والسويد فازت مرة واحدة. No other country has won a gold medal. أبداً لم يفوز أي بلد آخر بميدالية ذهبية for table tennis لتنس الطاولة. يعني تخيل هنا عندنا 3 وهنا عندنا 1 4 28 32 مرة تمت المسابقة برياضة تنس الطاولة. من هذه 34 مرة 28 مرة فقط للصين، والباقي موزعة 3 لكوريا الجنوبية ومرة للسويد. فهنا هذا رقم قياسي كبير جدا في تنس الطاولة. وراها يقول لي at the Olympics Ma Long هذا الشخص هو اسمه Ma Long won the gold for China at 2016. شو يقول لك؟ يقول لك فاز بالميدالية للصين في عام 2016 ريو دي جانيرو أولمبيكس في أولمبياد ريو دي جانيرو. يعني يقول لك هذا الشخص هو آخر من فاز بالألعاب الأولمبية للصين برياضة تنس الطاولة. بعدها سيرينا ويليامز، أغلبكم تعرفوها. سيرينا ويليامز هي أشهر لاعبة تنس بالتاريخ. شو تقول؟ تقول is probably the greatest tennis player of all time. هي أفضل لاعبة تنس على مر التاريخ. She has won 4 gold medals حيث فازت بأربع ميداليات ذهبية and 23 of the biggest tennis competitions. وفازت ب 23 ميدالية أخرى بالمسابقات الأخرى المتعلقة بالتنس in the world في العالم حول العالم. إذن هي أفضل رياضية أو أفضل لاعبة تنس عبر التاريخ نتيجة الأرقام القياسية اللي حققتها. الشخص الأخير the Olympic record for the longest jump، الرقم القياسي لأطول قفزة held by Bob Beamon. هذا الشخص اسمه بوب بيمون، هو صاحب الرقم القياسي بأطول قفزة in 1968 في عام 1968 in the Mexico City Olympics في الألعاب الأولمبية في المكسيك المقامة على المكسيك. he jumped so far، قفز قفزة طويلة جدا وصلت إلى 8.90 أو 0.90 متر، 8 أمتار فاصلة 90 سنتيمتر. that the judges had to find another tape to measure. تخيل هم مسوين فد مكان محدد للقفزة، يقفز الرياضي من هذا المكان لهذا المكان، فهم عاملين حسابهم انه ابعد نقطة ممكن يوصلها الرياضي لنفترض انه هذه النقطة. هذا الرياضي قفز قفزة عبر حتى حكم المباراة. يعني لذلك شو يقول لك اجبرهم ان يلقون طريقة او فد مكان جديد لكي يحسبوا القفزة اللي قفزها. The equipment they had، المعدات اللي كانت أو المكان المخصص للقفزة كان too short، قصير جدا، لذلك هو حتى هذا المكان المخصص للقفزة عبر للجانب الآخر. هذا كل ما يخص الألعاب الأولمبية أو الأرقام القياسية الخاصة بالألعاب الأولمبية استعرضناها، تعرفنا على الأشخاص اللي حققوا الأرقام القياسية. هذا للقراءة بداخل الصف والأستاذ يوضحها بداخل الصف. وراها راح يصير لك أسئلة عنها. الأسئلة موجودة بتمرين رقم 1. هاي الأسئلة أسئلة شفوية يسألها الأستاذ داخل الصف، لكن مهمة أنك تروح محضر للدرس. يقول لي What is the time for the women's Olympic 100 meter record؟ يقول لك ما هي مدة، ركز وياي، مدة الرقم القياسي للخاص بسباق الميت متر للنساء. ركز وياي، الميت متر أو سباق الميت متر للنساء برقم قياسي،
هذا الرقم القياسي للسباق حمل رقم أو حمل توقيت. شقد كان التوقيت من يتذكر؟ ذكرنا بالقطعة أن توقيت الرقم القياسي الخاص بسباق 100 متر للنساء هو 10.62 سكند. تقدرون تختصروها سكند معناها ثواني، يعني 10.62 ثانية خاص بسباق 100 متر للنساء. وراها يقول لي how many gold medals، كم عدد الميداليات الذهبية did Michelle Phillips win، كم عدد الميداليات الذهبية التي فاز بها ميشيل فيليبس. ذكرنا بالقطعة أن ميشيل فيليبس فاز ب23 ميدالية ذهبية، فأقول 23 gold medals. لكن انتبه لي طلاب، من الممكن أن يسألني يقول لي how did فقط medals did Michelle Phillips win، كم عدد الميداليات التي فاز بها فيليبس أو مش ميشيل فيليبس، لازم تقول له 28 ميدالية. هو فقط الميداليات الذهبية 23، أما الميداليات ككل 28. Where was Oscar Swan from؟ من كان هذا أوسكار سوان؟ ذكرنا أوسكار سوان was from Sweden، كان من السويد. نقطة الرابعة، how many table tennis gold medals، كم عدد الميداليات الذهبية في تنس الطاولة has South Korea won، اللي فازت فيها ساوث كوريا، جنوب كوريا الجنوبية. تقول له 3 ميداليات ذهبية. زين اللي فازوا بها الصين ايش قد؟ فازوا ب 28 ميدالية ذهبية في تنس الطاولة. زين قال لي exactly تحديدا بالضبط how old was Inge Sorensen when she won gold medal، ايش قد كان عمر هذه Inge Sorensen عندما فازت بالميدالية الذهبية. Inge Sorensen هذه الدنماركية، السباحة الدنماركية، ايش قد كان عمرها؟ 12 years 12 سنة زائدا من يتذكر و 24 days و 24 يوم مع السنة و 24 يوم. اللي بعدها how many big tennis competitions has Serena Williams won، كم عدد البطولات الكبيرة الخاصة بالتنس اللي فازت بيها سيرينا ويليامز. قلنا سيرينا ويليامز هي من أعظم لاعبات التنس في التاريخ. قال ايش قد البطولات اللي حققتها، كم بطولة، بطولات كبيرة طبعا. أقول له 23 بطولة كبيرة. In what year did Bob Beamon break the Olympic long jump record؟ في أي سنة Bob Beamon حطم الرقم القياسي للقفزة الطويلة أو الرقم القياسي الأولمبي للقفزة الطويلة؟ قال لي بيا سنة فاز هذا أو حقق الرقم القياسي Bob Beamon بالقفزة الطويلة؟ عام 1968. في عام 1968 حطم الرقم القياسي للقفزة الطويلة. اللي بعدها In what year did Michelle Phillips win his first Olympic medal؟ يقول لي في أي سنة، في أي عام هذا ميشيل فيليبس حقق أول ألعاب أو أول ميدالية أولمبية؟ أقول له في عام 2004. اللي بعدها How many Olympic table tennis medals have Sweden won؟ كم عدد تنس الطاولة أو الميداليات لتنس الطاولة فازت بها السويد؟ كم ميدالية فازت بواحدة؟ فأقول له 1، الباقي أغلبها فازت بها الصين. How old was Florence Griffith Joyner Olympic record؟ كم عمر الرقم القياسي لفلورنس جيفيث جوينر؟ كم سنة دام هذا الرقم القياسي؟ لمدة 30 عام 30 years. هذا طبعا عمره، يعني يقصد بها كم سنة ظل صامد هذا الرقم القياسي للمتسابقة فلورنس جوينر اللي من الولايات المتحدة الأمريكية. فأقول له ظل هذا الرقم صامد لمدة 30 سنة. الآن خلصنا تمرين رقم واحد، هذا ما يخص تمرين رقم واحد، مجرد يسير لك عن الأرقام اللي استعرضها عن الألعاب الأولمبية مثل ما أمامكم واضح، تقدرون تنقلوا الحلول. الآن ننتقل إلى تمرين رقم اثنين، Discuss the athletes in the box، يقول لك ناقش هؤلاء الرياضيين اللي موجودين بالصندوق. What do you know about them؟ ما الذي تعرفه عنهم؟ طبعاً هنا نعطيك رياضيين هم ما ذكرهم، لأن يقول لك أنا أذكر لك كل الرياضيين فمتكف فيك 4-5 صفحات، فهو منطيك فقط المميزين كلش. وراها قال لي سايمون بيليز، أنا ما أعرف حقيقة من هو سايمون بيليز، لكن أعرف من هو يوساين بولت. أغلبكم سامع يوساين بولت، يوساين بولت اللي هو أسرع شخص بالألعاب الأولمبية وأسرع شخص بالسباق الرجال. ناديا كومانيتسي
ميشيل جونسون أو مايكل جونسون وجيسي أوينز ستيفن باجيف ومارتا فييرا دا سيلفا. أنا ما أعرف من دولة غير فقط يوسين بولت. يقول لك أنت إذا عرفت هذا الشخص تسأل أقول يوسين بولت is sprinter. يوسين بولت هو رياضي متعلق بالسرعة أو يتسابق بالسرعة. I think she's from USA. منين تذكر اسمه، تذكر بلده، تذكر عمره، تذكر الأرقام القياسية اللي حققها. هذا مجرد نشاط صفي بين طلاب اثنين يتناقشون عن شخصيات رياضية يعرفوها. واحد يسأل where is he from، الشخص الآخر اللي يعرفه يجاوبه، وهكذا غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم 3. شو يقول لي؟ يقول لي choose from athlete from the box، اختار رياضي من الصندوق اللي أسنونا قلنا عنه، or one of your own، أو أنت رياضي بعقلك. find out more about them، جد أو اكتشف الكثير من المعلومات عنه. fill the profile like the one about the Kathy Freeman below. يقول لك املأ. شوفنا أنا طبعاً بالمناسبة يقول لك أنا منطيك مثال هذا كاثي فريمان، أنا منطيك اسمه، منطيك الرياضة اللي يقوم بها، ليش هو أصبح مشهور، متى حقق أو متى حقق إنجازاته إلى آخره، هو منطيك معلومات عنه. يقول لك وراها أريدك أنت تملي لي هذا الجدول أو هذا الحقل عن رياضي أنت تعرفه. على سبيل المثال أقول أنا أختار واحد اسمه أغلبكم تعرفوه، ماكو واحد ما يعرفه، اللي هو كريستيانو رونالدو كمثال على سبيل المثال. وراها سبورت الرياضة اللي يقوم بها رياضة الفوتبول كرة القدم. وراها why are they famous، ليش هذا أصبح مشهور، because he has won many titles، فاز بالعديد من الألقاب. أقدر أقول individual معناها فردية كمثال فوز بالكرة الذهبية أو بالكرات الذهبية، and a team الألقاب المتعلقة بالفريق with بعيانات مع ريال مدريد، مع مانشستر يونايتد، مع لشبونة إلى آخره. when did this happen، متى حصل هذا، منذ عام 2008 بدأت شهرته، منذ عام 2008 وحتى الوقت الحالي. why did you choose this person، يقول لك أنت ليش اخترت هذا الشخص؟ أقول على سبيل المثال because he is inspirator person، لأنه شخص ملهم. هذا ما يخص هذا التمرين. هذا كذلك مجرد نشاط صفي، يقول لك اختار شخصية رياضية أنت معجب بها أو شخصية أنت تعرفها وانطي المعلومات المتعلقة بها مثل ما هو انطاني عن شخص آخر أو رياضي آخر غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم 4. هالمرة شو يقول لي؟ يقول لي أنت اختار رياضي مشهور لكن وين هالمرة؟ from Iraq، من العراق. find out more about them، جد أو اكتشف الكثير من المعلومات عنه. discuss with a partner، وناقش إجاباتك مع زميلك بنفس الطريقة، نفس الطريقة اللي قبل دقائق قلنا عنها. مثلا واحد أو أغلبكم تعرفون يونس محمود، اللاعب يونس محمود لاعب العراقي، سبورت الرياضة فوتبول رياضة كرة القدم. why are they famous، لماذا هو مشهور، because he won Asia Cup، فاز بكأس آسيا with Iraqi national team، مع الفريق الوطني العراقي إلى آخره. When did this happen، متى حدث هذا، في عام 2007 أغلبكم يعرف. اللي بعده why did you choose this person، لماذا اخترت هذا الشخص because he is a good، على سبيل المثال player، لأنه لاعب جيد، لأن أنا أحبه، لأن حقق إنجاز للعراق إلى آخره. هذا ما يخص تمرين رقم 4. كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي. لاحظنا أن تمرين رقم 2 و3 و4 أنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي. أما تمرين رقم 1 يسألني الأسئلة الشفوية بداخل الصف كتحضير يوم من الأستاذ عن الأرقام القياسية اللي قراها بقطعة الأولمبيك سوبر ستار، النجم الأولمبي، يوضحها الأستاذ داخل الصف، يوضح مفرداتها، يوضح الرياضيين المتعلقين بها، ويوضح الأرقام الخاصة بهم، وراه يسألهم الأسئلة اللي موجودة في التمرين رقم 1.
حاولوا تكتبون هاي الملاحظات بكتاب النشاط وتحضروها لك تحضير يومي. أما أستاذ مهمة بالامتحان التحريري؟ لا، غير مهمة بالامتحان لا التحريري ولا الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. أخذنا بقطعة النجم الأولمبي بعض المعلومات المتعلقة بها، بعض الرياضيين، وأخذنا الأرقام القياسية الخاصة بهم وجاوبنا على الأسئلة المتعلقة بها. باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة اسم الفيديو في الوصف.